طيب هلا أنو طريق لازم ناخد؟ هذا الطريق الرئيسي تبع المطار هو كتير طويل وبيبعد عن المطار تقريباً شي 8 كيلومتر، والطريق الثاني هو أقصر بس ضيق وبين الشجر والسواقة فيه كمان كتير صعبة. وهلأ ما بعرف أي طريق لازم ناخد، قرر يمين. أنا بعرف نيلام منيح، هي كتير مستعجلة ولازم تاخد الطريق القصير، لهيك أنا برأيي روحي من هذا الطريق على السريع. متأكدة؟ إيه يلا. تعطل دولاب السيارة. ايه بدلو على السريع حتى نقدر نتحرك من هون. ضروري نتحرك من هون قبل ما يوصل وقلا بيت لك، عم تفهم؟ هدول وصلوا، خلصني، ليش ما عم تسمعني؟ تحرك خلصني. لك لحظة، لوين رايح؟ يلا أنا هون، لا تقلق حبيبي. ميت